دكتور رمضان بطيخ، استاذ القانون بكليه عين شمس وعضو مجلس الشورى وعضو اللجنه التشريعيه، بشكر حضرتك شكر جزيل. شكرا. ومره ثانيه كل ما بيطلع معانا دكتور رمضان بطيخ بيفاجئنا مفاجات غير متوقعه، ومفاجاه اليوم كانت انه قال انا اطلعت على القانون النهارده واحنا بنقدمه لمجلس الشورى. بس المفاجات سعيده مبهره. شكرا جزيلا دكتور رمضان بطيخ. الأزمة لم تحل، ولو أن التسريبات بتقول أنه القانون في غالب الأمر في مرحلة ما سيتوقف، وده ممن حدثوا شخصيات مهمة سواء في الرئاسة أو في مجلس الشورى، والله أعلم.